السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل هناخد صورة إن شاء الله النهاردة من صور جزء عامة. جايز ربنا يقدر كده ونمشي نخلص الصور اللي فضلنا في جزء عامة أو نرجع تاني للسياق اللي كنا ماشيين فيه بعد صورة ياسين. النهاردة بإذن الله عز وجل ناخد صورة البلد. صورة البلد صورة مكية، يعني بعضهم نقل الإجماع على أن الصورة مكية وخلاف فيها ضعيف جدا. الصورة الراجح إن شاء الله أن هي مكية. يعني نزلت في جو أيضا من أجواء الاستضعاف في مكة، بتبين حقائق بيعيشها الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع هذه الحقائق. الإنسان في هذه الحياة قد يمر بظروف من الابتلاءات والصعاب، أو بالتعبير القرآني اللي جه في الصورة لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان بيمر أو بيكابد صعاب في هذه الحياة. هذه الابتلاءات اللي بتنزل على الإنسان بيكون للإنسان ردود فعل تجاه هذا البلاء. يعني مثلا لو إنسان ابتلي بمرض أو ابتلي بفقر أو ابتلي بفقد إنسان عزيز عليه، طبيعي أن الإنسان ده يبقى له رد فعل. رد الفعل ده قد يكون محكوم بالشرع، فيحمد الله عز وجل حتى لو بكى، لكن يحمد الله عز وجل ولا يقول إلا ما يرضي الملك سبحانه وتعالى. أو لو كان رد الفعل ده مش محكوم بالشرع، قد يتصرف الإنسان تصرفات طائشة يعني يستجلب بها على نفسه السيئات والعياذ بالله. إذن كل مشكلة أو كبد أو ابتلاء بيمر به الإنسان لازم يبقى له رد فعل. من رحمة الله عز وجل إن لما كان المسلمين يمرون بمراحل من الابتلاءات سواء في مكة أو في المدينة، كان بينزل القرآن يبين لهم التعامل أو رد الفعل الأمثل، أو يضبط لهم ردود الأفعال اللي حصلت مش منضبطة مع الشرع فينزل القرآن. القرآن ما تركش لهم ردود الأفعال تكون بعقولهم وبأهوائهم أو بنفوسهم، لأن ردود الأفعال ممكن تختلف على حسب نفسية الإنسان. النهاردة نفسيته مظبوطة، ممكن رد فعله كويس، بكرة نفسيته مش، يعني في تقلبات هوية للإنسان. فبينزل الشرع حافظ على ردود هذه الأفعال. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه كان بينزل القرآن مع الابتلاءات والوقائع يعالج النفس البشرية، يجعلها تتحمل هذه الابتلاءات ويجعلها تجعل هذه الابتلاءات في طاعة الملك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي نزل القرآن مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى إذن من أهم ما يستفيده الإنسان من كتاب الملك سبحانه وتعالى إن مع الوقائع المتكررة والابتلاءات المتنوعة والمواقف المختلفة بينزل القرآن يثبت الإنسان في التعامل مع هذه المواقف. فمن هذه المواقف ومن هذه الابتلاءات إن الإنسان يمر بصعاب في حياته، كيف يتعامل معها؟ تيجي صورة البلد تبين هذه الحقائق. بدأت صورة البلد بقول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ده القسم، جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. بدأت الصورة بقول الملك سبحانه وتعالى لا أقسم. العلماء تفسير مختلفين كلمة لا أقسم معناها إيه. جمهور المفسرين إن ده قسم، وإن مش معنى لا أقسم إن ربنا ما بيقسمش، لا ده قسم لكن في صورة معينة كانت معروفة عند العرب. لأن ربنا سبحانه والدليل دليلهم إيه؟ دليلهم قول الملك سبحانه وتعالى لما ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم، قال بعدها وإنه إيه؟ لقسم لو تعلمون عظيم. فقال له ربنا قال فلا أقسم، بعد كده قال ده قسم عظيم، يبقى إذن لا أقسم قسم. بعض العلماء قال لا، معنى لا أقسم إن لا نفي، أي لن أقسم بهذا. طب ليه ربنا مش هيقسم بهذا؟ أمال ربنا ذكره ليه؟ لشدة وضوحه لن أقسم به، كأن ربنا بيقول لنا هذا الأمر عظيم ولا يحتاج إلى قسم. هذا الأمر عظيم ولا يحتاج إلى قسم. وبعض العلماء قال إن لا أقسم لا رد لكلام قالوه، زي ما تقول إيه، واحد يقول لك حصل كذا كذا، تقول له لا والله لقد حصل عكس كذا كذا، فلا رد لكلام قالوه. فمثلا
إذا قال المشركون ليس هناك يوم للقيامة ولا للبعث، فيقول الله عجل لا كلامكم خطأ، أقسم بيوم القيامة. يبقى إذن بعض العلماء قال ويقدر الكلام الذي قالوه الذي قاله المشركون على حسب الايه سياق الآيات. كل دي أقوال بتحاول تفسر كلمة لا أقسم. اللي قال من العلماء إن لا أقسم معناها لن أقسم، مش إن لا دينا فيها مش هأقسم، قال وكأن حصل معنيين مرادين. المعنى الأول تعظيم ما يريد الله جل أن يقسم عليه، المعنى الثاني مانع إن ربنا يقسم عليه، فحصل شبه تعارض إن ربنا لا يريد أن يقسم ويريد أن يقسم، فجي الأسلوب بتاع لا أقسم يجمع بين المعنيين. يعني مثلا بعض العلماء هنا قال هذا البلد اللي هي بلد ايه مكة، ده قولا ده الإجماع إن البلد دي مكة بلد الحرام. بعض العلماء قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إن حل زي ما نتكلم فيها أي يستحلون عذابك ويستحلون دمك وعرضك، يعني وأنت حل أي وأنت تعذب في هذا البلد. فبعض العلماء قال معنى الآية لا أقسم بها وأنت تعذب فيها، معايا؟ يعني لما أنت تعذب فيها لا أقسم بها، ده يبقى كأن ربنا يريد أن يعظم البلد وفي نفس الوقت هو بيعذب في البلد، فقالوا يحصل نوع من الإيه إن إرادة كده وإرادة كده، فيجي الأسلوب ده يجمع ده. الشاهد إحنا قلنا عشان نبقى ذكرنا بس الأقوال إن جمهور المفسرين إن ده قسم أيا كانت الدلالة، هل بيرد حاجة أو له معنى أو من شدة الوضوح ومن شدة الظهور لا يحتاج إلى قسم، زي لما ربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة، كأن المعنى إن من شدة ظهور دلالات يوم القيامة هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم ولا ينكره إلا جاحد. والذي يحتاج إلى قسم لإثبات يوم القيامة هو جاهل، ده أحد معاني لا أقسم بالقيامة. فنيجي للسورة لا أقسم بهذا البلد، الشاهد إن ده قسم سواء تعظيم أو الغرض تعظيم مكة، سواء ده قسم أو مش قسم، الغرض الأساسي هو تعظيم هذا البلد. لا أقسم بهذا البلد اللي هي مكة وأنت حل بهذا البلد، أنت اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حل يعني إيه حل بهذا البلد؟ كلمة حل جاية حاجة من اتنين، إما من حلال أو من حال أي إيه مقيم. يبقى بعض العلماء أو العلماء قالوا حل، كلمة حل أصلها اللغوي اللغوي يرجع إلى حاجة من اتنين، إما حل بمعنى جاية من كلمة حلال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم يعقوب إيه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يبقى إيه يبقى كل طعام كان حلا يعني إيه حلال، يبقى حل جات في القرآن سورة آل عمران بمعنى إيه بمعنى حلال. وبعض العلماء قال حل تكون بمعنى مقيم، قال يعني مثلا أنت حل في هذا المكان أي أنت حال ومقيم في هذا المكان، محله إلى البيت العتيق مش 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 حل، يعني زي لفظ الحل. اللي قال إن حل بمعنى عشان نعرف بس التقسيم، من العلماء قال إن حل إما بمعنى حلال أو حل بمعنى مقيم. اللي قال إن حل بمعنى حلال قال معنى الآية إيه؟ قال معناها حاجة من اتنين، إما وأنت حل أي ستحل لك هذا البلد، البلد دي اسمها البلد الإيه؟ الحرام، يحرم فيها القتال، لكن الله عز وجل أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار أن يقاتل فيها يوم الفتح. فقال معناها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أي ستحل لك هذا البلد، بشرى بالتمكين لك في هذا البلد. وإن ده كلام عن الإيه؟ عن المستقبل، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه سوف يأتي يوم يحل لك القتال في هذا البلد ولن تحل لأحد غيرك. واضح المعنى ده؟ طيب يبقى احنا قلنا إما حل بمعنى إيه؟ حلال أو حل بمعنى مقيم. اللي قال حل بمعنى حلال المعنى من اتنين، المعنى الأول الكلام عن المستقبل أنها ستكون لك حلالا، أو اللي قال حل بمعنى حلال قال أنهم وأنت حل أي وأنت مستحل
في دمك وعرضك صلى الله عليه وسلم. فكان زي ما بيقول شرحبيلي بن سعد، كان المشركون يعني يتحرجون، بيحس بانه بيستحرم يعني، كانوا يتحرجون ان يؤذوا الطير والحيوان، ولا يتحرجون من إذاية سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني كان لما يجي عايز يموت حد أو يضرب حيوان أو شجر كان يقول لك لا حرام، دي بلد حرام. لكن لما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده حلال. وده إزاي المشركين دايما لما بيضعوا قوانين ليهم أو حتى قوانين شرعية موجودة، إزاي هو دايما بيتحايل عليها، يستعملها لما تنفعه ويكفر بها إذا كانت ضده. يبقى وأنت حل أي وأنت إيه؟ مستحل. لذلك بعض العلماء قال يجي يفسر كلمة حل يقول وأنت غرض لهم، غرض كأن الغرض اللي هو للسهم، كأنهم صوبوا كل السهام والرماح في صوب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وجهوا كل الطاقات لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم ولهدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل عصمه صلى الله عليه وسلم. ده المعنى الأشهر، وده المعنى اللي رجحه ابن عاشور، وقال إن حل في اللغة لا تأتي إلا بمعنى حلال، وإن كان بعض العلماء أنكر عليه وقال لا حل قد تأتي بمعنى مش حلال، تأتي بمعنى إيه؟ مقيم. اللي قال إن حل بمعنى مقيم قال لا أقسم بهذا البلد ويزيدها شرفا أنك مقيم بها صلى الله عليه وسلم، فأصبح شرف على شرف، شرف البلد وشرف ساكن البلد، وهو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى اللي أنا بأميل إليه إن معنى حل الأي يستحلونك، يعني الصورة مكية. فحل لو قلنا معنى حلال، إما حلال في المستقبل ستحل لك، أو في الواقع المضارع اللي نزلت فيه الصورة اللي هو أنهم إيه؟ يستحلون دمك. طيب يبقى إذن يقسم الله عز وجل إن المشركين يعني تجرأوا على حرمة هذا البلد ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت السورة بشدة أنواع الابتلاء، مش إذاية بس المؤمنين، ده إذاية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله زال يقسم بهذا، وأن هذا حادث لا محالة. اللي معتقد أن في إيمان بدون ابتلاء دواهم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دايما أحسب أو أيحسب تيجي في القرآن للحسابات الخاطئة، للظنون الخاطئة، زي ما يجي معنا النهاردة مرتين أيحسب، الاتنين حسابات خاطئة واهمة. وحتى اللي بعدها في سورة العنكبوت اللي بعدها حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يبقى دايما حسب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، دايما حسب في القرآن فيما رأيت يعني تأتي للحسابات الخاطئة، للظنون الخاطئة، فبيجي القرآن يصلح هذه الحسابات. كأن الإنسان لما بيحسب حسابات بعيد عن الشر بيحسبها غلط، فالقرآن يصلح حاله. فاللي هيظن إن في إيمان بدون ابتلاء، ابتلاء دواهم، في ابتلاء وفي معاناة، ومن أعلى صور هذه المعاناة في الكون معاناة النبي صلى الله عليه وسلم لنصر ولنشر هذا الدين، وأنه أوذي في الله، وقال أخفت في الله ولم يخف أحد، وأوذيت في الله ولم يؤذى أحد، أي مر عليه صلى الله عليه وسلم أوقات كان هو الوحيد الذي يؤذى في الله، لأنه كان هو اللي بدأ الدعوة صلى الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يعني إيه والد وما ولد؟ والد وما ولد فيها أقوال كتير، أشهر قولين أنا بميل ليهم، قول الأول والد وما ولد أي كل والد وكل ولد العموم، وده اختيار الطبري، ودايما الطبري غالبا بيميل للإيه؟ للعموم. طالما جات نكرة كده يقسم الله بكل والد وبولده. طب ليه؟ هنشوف دلوقتي. أو والد هو إبراهيم عليه السلام. لو قلنا والد وما ولد، كل والد وابنه، إيه علاقة والد وما ولد باللي قبلها؟ إذاية النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بعدها اللي هو جواب القسم لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد. تاني العلماء بيقولوا في قسمين وجواب قسم. قسم الأول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، كثير من العلماء قالوا أنت حل تبع لا أقسم مش قسم لوحده، يبقى قسم بإذاية يقسم الله عز وجل بهذا البلد أثناء أنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيه،
يبقى القسم بمكة بأعظم البلاد وأعظم العباد صلى الله عليه وسلم وهو يؤذى في هذا البلد. يبقى أعلى صور الابتلاء في أشرف الأماكن ذكرها ربنا في القسم الأول. القسم الثاني والد ومولد. جواب القسم اللي المفروض جواب القسم يناسب الاثنين، يعني كلمة لقد خلقنا الإنسان في كبد تناسب القسم الأول وتناسب الإيه؟ القسم الثاني. إيه علاقة بقى جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد بالقسم الأول؟ واضحة، يعني علاقة لقد خلقنا الإنسان في كبد أن الإنسان سيبتلى حتما واضحة بالأولانية، لأن الأولانية آية إيه؟ آية عذاب وتعذيب المشركين للمسلمين في مكة، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواب القسم واضح جدا بالإيه؟ بالقسم الأول. طب إيه علاقة لقد خلقنا الإنسان في كبد بالقسم الثاني؟ لو قلنا أن والد ومولد معناها كل والد وولد، الإنسان في حياته الدنيا يعيش في معاناة، وأكثر صور هذه المعاناة تعلق الإنسان بولده، ويبتلى الإنسان بولده والولد بوالده، دايما في ابتلاء، وطبعا ابتلاء الوالد بولده أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الولد إيه؟ مجبنة مبخلة. الولد مجبنة، يعني كتير من الحاجات انت عايز تعملها بتخاف على عيالك ما بتعملهاش، كتير من الفلوس عايز تصرفها مش عايز عشان عيالك، فالولد بيمنعك من البذل، او بتعبير الصورة الولد يمنعك من اقتحام العقبة، الولد ايه؟ يمنعك. فكأن ربنا بيقول كل الناس بتبتلى، في واحد بيبتلى انه يؤذى في سبيل نصرة هذا الدين، وواحد كل ابتلاءاته هي حياته الدنيوية، مسيرة حياته الدنيوية، والد وما ولد، عشان كده جت بصورة ما بتخلصش، والد وما ولد. فكأن في نوعين من الابتلاء، الابتلاء لنصرة هذا الدين والابتلاء في الحياة الدنيا، وان كل الناس بيبتلى. ما تعتقدش انك لما تبعد عن نصرة الدين انك مش هتبتلى، لا هتبتلى. لقد خلقنا الإنسان العموم، الإنسان العموم والاستغراق، كل الناس بتبتلى، كل الناس يغدو، كل الناس هتبتلى. لكن في واحد ابتلاء، الابتلاء بتاعه هو طبعا التاني، حتى اللي بيعمل الدين برضه عنده ابتلاء في الأولاد، لكن من عظم ابتلائه في الدين ده أعظم حاجة في حياته. ولا يفتن بأزواجه وأولاده وأمواله، لا هو مركز في نصرة هذا الدين. يبقى إذن في نوعين من الابتلاء، ده اللي قال إن والد ومولد بمعنى كل والد وكل ولد. اللي قال والد ومولد إبراهيم عليه السلام، وهيبقى وما ولد النبي صلى الله عليه وسلم من ناس ليه؟ أي أن تعذيبهم وإذايتهم وابتلاءهم لم يمنع مسيرة التوحيد من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فمهما فعلوا من ابتلاءات ستظل هذه المسيرة مستمرة، مهما عذبوا ومهما فعلوا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى الغرسة اللي غرسها إبراهيم في مكة في التوحيد في مكة، والوقفة التي وقفها على الصخر خلدها الله عز وجل في مقام إبراهيم، قدم إبراهيم عليه السلام علمت في الصخر، وقفة خلدها الله عز وجل، وظهر من نسله واستجابة لدعاء إبراهيم ابعث فيهم، سيدنا إبراهيم دعا إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث فيهم من الذرية بتاعته اللي يعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فاستجابة لهذه الدعوة جاء محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم واستمرت الدعوة. فأنت تصلي على محمد وتصلي على إبراهيم في الصلاة، معايا؟ يبقى والد وما ولد. يبقى كده عرفنا علاقة والد ومولد باللي قبلها واللي بعدها على كل القولين، سواء إبراهيم أو كل والد وكل ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد لم تأكيد، وقد أيضا للتأكيد، الإنسان كل الناس في كبد، أي الكبد كأن الإنسان جوه الكبد. الإنسان لما بيصاب يقول لك يصاب في كبده يتألم، ولما يجي عايز يصاري حاجة يقوله يكابد في اللغة. كده كده الإنسان في معاناة ومشاق في هذه الدنيا، هذه المعاناة محيطة، كلمة فيه محيطة بالإنسان، أي أن الإنسان مهما فعل
هيظل في ابتلاء. كتير من الناس معتقد ان لو جات الفلوس مش هيبقى فيه ابتلاءات، لو رزق بعيال مش هيبقى فيه ابتلاءات، لو سافر مش هيبقى فيه ابتلاءات، لو ما تعرضت مش لو هيبقى فيه ابتلاءات، لو فلان مات مش هيبقى فيه ابتلاءات. الابتلاءات ستظل موجوده، هيظل داخل هذا الكبد. محاوله الهروب من الكبد ليس حلا. ذلك الصورة قالت الحل مع الكبد مش الهروب، امال ايه؟ الاقتحام. فالاقتحم العقبة. الحل في الابتلاءات والمتاعب مش الهروب منها. يعني واحد في مثلا تضيق في الدعوة، هو معتقد الحل انه يروح لمكان في ساعة، لا، الحل الاقتحام. الا اذا ضاق الامر تماما. دايما الانسان معتقد ان الحل ان الدنيا تتسفلت وان الامور تتظبط، لا، مش ده الحل. ممكن تتظبط وما يحصلش حاجة وانت ما تعملش للدين. الحل البذل والاقتحام في زمن الاستضعاف، زي ما نيجي لما ربنا جاب أمثلة عن اقتحام العقل. يبقى لقد خلقنا الإنسان في كبد، دي سنة كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولما ربنا قال وهديناه النجدين، وسمى في الصورة هنا سمى طريق الخير وطريق الشر، سمى نجد، والنجد الهضبة المرتفعة الصعبة. الطريقين صعبين، الطريق ده صعب. حد الناس معتقدة ان طريق الخير صعب وطريق الشر صعب، لا، تحقيق الشهوة صعب، اثناء الوصول وبعد الشهوة في صعوبة ومشقة. في واحد بيتعب عشان ربنا، في واحد بيتعب عشان نفسه. فربنا يقول لقد خلقنا الانسان في كبد، كده كده هيظل الكبد محيط بك طول فترة الحياة. سنة أن الدنيا دار ابتلاء، اللي هيعتقد وهيتعجل الثواب في الدنيا ويعتقد أن الدنيا دار جزاء ده واهم. أشبه بإنسان في لجنة الامتحان وجاله امتحان، امتحان 10 أسئلة، حل السؤال الأول، عايز بقى إيه؟ حد يسقف له وحد يجيب له هدية. طب كمل الامتحان. لا، عايزه هو في اللجنة بعد ما خلص السؤال الأول، يا جماعة أنا خلصت الحل، طب كمل الامتحان. فيتقال له ما ينفعش تهنأ ولا يصحح لك ولا تجازى وأنت لسه في اللجنة، أما تخلص وتتحاسب يبقى يهنأ وتنال الجائزة. فاللي عايز كل عمل يعمله ينال جزاءه مباشرة، ده لأن الله شكور. الله عز وجل يشكر الأعمال أيضا في الدنيا ويبارك ويعطي ثم يجزي أيضا مرة أخرى في الآخرة سبحانه وتعالى. في حاجات بتعجل سواء من الطاعات او المعاصي، لكن الاصل احنا نتكلم على الاصل ان الدنيا دار ابتلاء وعمل، فلا يتعجل الانسان الجزاء في الدنيا. يبقى اذا الانسان محاط بالصعاب، انت عندك كمية مشاكل في حياتك، لازم تجاهد نفسك انك تحافظ على دينك وتنصر الدين في وسط هذه الظروف مش في غيرها. دايما طب اصل لو كنت هعمل، لو كنت في شغلانة تانية كان زماني بدعو، لو كنت في مكان تاني كان زماني حفظت القرآن، لو كنت في دولة تانية كان زماني دعيت الى الله، لو كنت اعرف فلان كان زماني طلبت علم. هذه اللولوة لا تغني شيئا عن الانسان. اللي ما بيبذلش، عارف اللي يقول لك اللي خايب بلده خايب مش عارف بلد غيره، هو اللي فاشل في ظروف هيفضل فاشل في الظروف التانية. ما دايما معتقد ان بس لو الظروف تتحسن هبقى كويس، لا، انت لازم تبذل، انت عبد في كل الظروف. قد تختلف، نعم قد تختلف انواع العبوديات من ظرف لظرف ولمكان لمكان، لكن اتحدث انك تظل تبذل ايا كان نوع هذا البذل. البذل بيختلف من طاعة لانفاق لجهاد لدعوة لامر معروف ونهي عن منكر، بيختلف نعم، وبتزيد درجات وبتقل درجات، لكن يظل يبذل، يظل يسير، يظل يقتحم. يبقى إذن من سنن الله ان ستظل الظروف. اعتقاد ان الشيطان ابليس يموت ويتوقف عن الوسوسه، وان الاعداء يتصالحوا مع الاولياء، وان الباطل يتصالح مع الحق، هذا وهم. ده وهم. سيظل الابتلاء وستظل الصراعات. لذلك لما مثلا احدى الابتلاءات اللي بتمر في الانسان في حياه الانسان الشهوه، وان ربنا خلق الانسان جسديا ومعنويا في الشهوه، مش الصح ان الانسان يقطع هذه الشهوه. لما بعض من الصحابه جه النبي صلى الله عليه وسلم واستاذنه في الاختصاء
حتى يتخلص تماما من هذه الشهوة؟ قالوا لا، مش ده الحل. هو مش الحل الامتناع التام عن الابتلاءات، لا، الحل ان تكون موجود وتنجح. مش الحل ان الظروف تبقى كلها كويسة، لا، الحل انك تعمل في وسط هذه الظروف، انه يجاهد. لن يتوقف الشيطان عن الوسوسة، ولن يتوقف اهل الباطل عن الحرب. إذن لابد الإنسان يستمر في المجاهدة. لذلك أحب الأعمال يا الله إيه؟ أدومه، الذي لا يتوقف. أحب الأعمال يا الله، ودي سبحان الله نصيحة نبوية معجزة تدل أنه يتلقى وحي من الملك سبحانه وتعالى، لأنه لا يخبر بهذه النصيحة إلا من خلق هذه النفس، وهو الذي أعلم بما يصلح ويصلح هذه النفس، ما يصلح لها وما يصلحها. هذه النفس حتى تروض لابد من المداومة والاستمرار. لذلك أحب الأعمال إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن خل، أنك تفضل في كل الظروف شغال مستمر، حتى إذا جه ظرف طارئ نلت الأجر، أصابك مرض أو اضطريت لسفر ولم تستطع إكمال الطاعات، يعطيك الله جل أجر ذلك حتى يستمر لك أجر المداومة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يبقى قلنا الصورة بتتحدث أو مما تتكلم عنه ومن القضايا الأساسية واللي جي جواب القسم، أن الإنسان سيبتلى قطعا إما في الدين أو في الدنيا، وابتلاء الدين أعظم لنصرة هذا الدين. من الناس من لا ينشغل إلا بولده وبماله وبأهله ويفتن ويترك نصرة هذا الدين. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، مما روي في نزولها أنهم تركوا الهجرة مع الرسول أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لإرضاء أزواجهم وأولادهم، فنزلت إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه الآية في سورة التغابن، أي أن الإنسان قد يغبن في حسناته بسبب المحيطين به، فالإنسان سيبتلى قطعا. من الناس من يكون أعظم ابتلاءاته في نصرة هذا الدين، ومن الناس من لا ينشغل إلا بقضاياه الخاصة التي قد تصل إلى مرحلة من التفاهة لا توصف. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم يخبر الله عز وجل عن منكرين للبعث وعن أسباب تجعلهم ينكرون البعث. إنكار البعث دايما مبني على إنكار صفتين من صفات الملك سبحانه وتعالى، العلم والقدرة. أن الله عز وجل يعلم خبايا الإنسان وخفاياه وأسراره وأفعاله وجسده وأعضاءه بعدما تفتت وتقطع، قال ما يحيي العظام وهي رميم، زي ما ذكرنا السورة اللي فاتت في ياسين. إنكار صفة العلم المعجز ينكرها الإنسان، وإنكار القدرة. فجابت حسابات للإنسان الطاغي المعتدي اللي بيظلم الناس وبيعذب أهل الإيمان، اللي يخليه بيعمل كده إنه بينكر صفتي القدرة والعلم. وأسوأ أسباب الضلال في العقائد إن الإنسان يقيس ربنا على البشر، معنى إنه بقى قوي يبقى ربنا مش هيقدر عليه، أو إنه هو يعني أحاط بالأسباب، ظن واهم أنه أحاط بالأسباب، إن مفيش سبب هيقع. زي ما كان اليهود يتسارون يتكلمون سرا بأشياء ومش عايزين حد يخبر بيها فربنا يطلع عليه، ده جهل. فقال الله عز وجل الحساب الخطأ الأولاني، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وفاكر إن محدش يقدر عليه ولا إيه؟ قلنا يحسب الحسابات الخاطئة، يحسب لو قلنا ان حل ان يعذب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذى في مكة، أيحسب هذا الذي يعذب أهل الإيمان ويعني يعادي أولياء الملك سبحانه وتعالى، أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ هو معنى أنه معاه أسباب وأن ربنا يمهله ألن يقدر عليه أحد، هو فاكر أنه محدش قادر عليه؟ هذا الحسبان يظنه الإنسان إذا امتلك كثيرا من الأسباب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بأسبابه، استغنى عن الله، فيقول لك ما فيش حاجة تقدر عليا. مين اللي يقدر عليا؟
بالنسبة للجنود معايا جنود، بالنسبة للأسلحة معايا، بالنسبة للعتاد معايا، بالنسبة للعدة، هو بيظن أنه أحاط بالأسباب. كنا اتكلمنا في مسألة هذا الظن أشبه بظن العنكبوت التي تظن أن بيتها سيحميها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ ويقول لقد أنفقت مالا عظيما لأحصن نفسي فلن يستطيع أحد أن يهلكني، فلقد أهلكت أنا المال لأحافظ على نفسي فلن يستطيع أحد أن يهلكني. يقول أهلكت مالا لبدا، ده أنا صرفت صرف عشان قنابل وعدة وعتاد وأسباب وحصون مشيدة، لن يستطيع أحد أن يهلكني، بل أنا الذي أهلك الأموال لأهلك الناس لكن لا يستطيع أحد أن يهلكني. يقول أهلكت مال اللبدة. معنى أهلكت مال اللبدة لها أكثر من معنى. المعنى الأول اللي أنا ذكرته أنه أنفق مالا عظيما ليدافع عن نفسه، وأنه لا يبالي بإهلاك المال حتى لا يهلكه أحد، ويظن أنه تحصن بهذا المال. يقول أهلكت مال اللبدة. وقيل أهلكت مال اللبدة أنفقت مالا كثيرا للصد عن هذا الدين، لأنه يظن بل يوقن أن هذا الدين سيذهب بعرشه، هذا الدين سيجتث عرشه، فينفق المال حتى يمنع ويصد عن هذا الدين. هو عارف ان فيه صراع بين الحق والباطل، وهو اصلا عبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم، يفرط في الدينار والدرهم ليحافظ على نفسه، فيصرف المال حتى يدافع ويصد الناس عن الدين فيحافظ على عرشه المبني على الظلم. يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا متراكما عظيما. وقيل للقول الثالث أهلكت مالا لبدا أنفقت مالا كثيرا في وجوه الخير. محدش يقول لي اعمل حاجة، أنا صرفت فلوس كتير. ومن لطائف التعبير على القول ده أنه قال أهلكت، لأن مال الكافر اللي بيصرفه في وجوه الخير هو مال مهلك، كأنه ألقي في بحر. إنما المؤمن لما بينفق في وجوه الخير يدخر هذا المال عند الله عز وجل، وينمي الله عز وجل هذا المال كما ينمي أحدنا فلوه. فاللي بينفق المال بدون إيمان حتى لو في وجوه الخير أشبه باللي بيهلك المال. يقول أهلكت مالا لبدا. يبقى الظن الأول أنه استغنى بأسبابه وأنه لن يقدر عليه أحد، وأنفق ما معه من مال ليحافظ على نفسه، فأنكر القدرة بالمال. أنكر القدرة بما معه إيه؟ من مال. أنكر قدرة الله بما معه مال، وأنكر علم الله بالتخفي. أيحسب أن لم يره أحد؟ هو عمال يمكر ويخطط، وبعد ما يخطط في السر خطته تنجح، فيظن أن بهذا التخفي وبهذا المكر يستطيع أن يغالب دين الله، وبالتالي يظن أنه يغلب الملك سبحانه وتعالى. حاشاه. يخادعون الله والذين آمنوا، مع أن هم بيخادعوا الذين آمنوا، لكن الذي يخادع أهل الإيمان يظن أنه يخادع الله، فقال الله وما يخدعون إلا أنفسهم. يبقى اللي بيقاتل، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي بيحارب أهل الإيمان وعايز يخدع أهل الإيمان فكأنما يحارب الله، ويحاول أن يخادع الله عز وجل، وما يخدع إلا نفسه في الحقيقة. أيحسب أن لم يره أحد؟ هو فاكر أن محدش شايفه، وهو بيخطط وبيدبر في جلسات مغلقة ووضع البروتوكولات لهدم هذا الدين، هو معتقد أن محدش شايفه؟ ألم نجعل له عينين؟ الذي أعطاه القدرة على الرؤية لا يراه، كيف يظن هذا؟ اللي خلاه يشوف مش هيبصرك؟ اللي خلاك تبصر، يعني الذي أعطاك القدرة على فعل شيء هو لا يستطيع أن يفعلها. طب إزاي؟ يعني إزاي يعني؟ يعني صفات الكمال للملك سبحانه وتعالى، أنت تبصر والله لا يبصرك، إزاي؟ أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ شو اللي خلاك تشوف؟ ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالذي أعطاك البصر وأعطاك القدرة على الكلام وعرفك طريقي الحق والضلال هو يبصرك
ويحاسبك ويكلمك يوم القيامة يحاسبك، ثم يحاسبك على أي الطريقين سلكت، مشيت في طريق الخير ولا طريق الشر. أيحسب أن لم يره أحد وفكر أن محدش شافه؟ ألم نجعل له عينين؟ دي طرق الوسائل اللي ربنا اداها للإنسان حتى يصير في طريق الهداية، حتى يختار طريق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولا النجدين طريقي الحق والضلال، وربنا سماهم هنا نجدين غير مثلا السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورة الإنسان السبيل الذي سبلته السابلة، يعني مشيت عليه الناس فأصبح في نوع من التمهيد شوية وممهد. هنا ربنا اصطفى لفظ النجد اللي فيه صعوبة، لأن السورة فيها صعوبة في زمن ابتلاء. السورة تخاطب الذين يظنون ان في ايمان بدون ابتلاء، او في حياه سواء مؤمن او كافر، الذي يظن ان في حياه من غير كبد. وجهد كل عباد الدينار والدرهم ان يصلوا الى مستوى من الحياه ليس فيها كبد، وهذا لن يكون الا في الجنه. اول ما بيخش الجنه يتقال لهم مفيش كبد، مفيش هرم، مفيش مرض، مفيش جوع، مفيش عطش، مفيش عري، في اول ما يبشر به اهل الجنه ان كل الكبد بينسف في لحظة، في أول لحظة من لحظات دخول الجنة. فجهد كل عباد الدينار والدرهم أن يعيشوا حياة بدون كبد، ولن يكون. مش معنى كده التخلي عن البذل أو تسهيل الحياة، لكن أقول الذي كل همه في ذلك دواهم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم يقول الله عز وجل فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقول الله عز وجل إن كان المفترض على الإنسان في هذه الابتلاءات أن يقتحم لا أن يهرب، أن يواجه لا أن يخاف، وبهذا ينتصر الدين، وبهذا يستمر الدين، أن الإنسان يجاهد ويبذل ويقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، كلمة فلا لها معنيين. فلا قيل إن هي لا نافية، أي أن كثيرا من الناس لم يقتحم العقبة، يا حسرة على العباد. يبقى معنى فلاقتحم العقبة قيل معناها أي لم يقتحم العقبة، وقيل فلاقتحم العقبة معناها فهل اقتحم العقبة، فكان الأولى به والأجدر به أن يقتحم العقبة بدلا من أن يهلك ماله، سواء في الصد عن السبيل أو في خيرات بدون إيمان. فهل اقتحم العقبة؟ الاقتحام قالوا إيه معنى الفارق من الاقتحام والدخول أو المضي مثلا؟ قالوا الاقتحام بيصحبه معاني أخرى، منها إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، وقيل العزم والنشاط والقوة. يبقى الاقتحام إن إنسان يرمي نفسه بدون تفكير أو روية وبعزم وبقوة وبنشاط، ده الاقتحام. العقبة ايه معنى العقبة؟ قالوا العقبة هي طريق ضيق بين جبلين، زي جبلين كده، طريق ضيق بعده متسع، دي عقبة. يعني العقبة هي حتة كأن الطريق ماشي وبعدين بيضيق 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 بين جبلين ثم يتسع، الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها العقبة. فربنا بيقول اقتحم هذه العقبة، لا تتوقف. انت ماشي في طريق هيقابلك عقبات، هي دي العقبات، فالعقبات هي مضائق في الطريق، لذلك انت لازم تقتحمها. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. كنا شرحناها، أعطى هو تولى، تولى يعني مشي. طب تولى ليه؟ لأنه من الأول بادئ بداية ضعيفة، أعطى قليلا. ثانيا أن هذه البداية الضعيفة توقفت عند أول كدية، أكدى ألف الوصول دي، أكد أي بلغ الكدية، وصل إلى كدية، صخرة في الطريق. الكدية هي الصخرة الصعبة، أول لما قابله صخرة لف ورجع، هو أصلا داخل متردد فرجع. أعطى قليلا بدأ بداية مترددة وليست بداية قوية، فأول لما قابله أول صعب من الصعاب رجع. فالحل مع هذه الصعاب هو الاقتحام، الوقوف طويلا للتفكير لن يجدي شيئا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.
اللي هيقعد يفكر كتير مش هيقتحم. يعني انت لما بتفكر في اقتحام العقبات ما بتفكرش لوحدك، انت بتفكر ومعاك الشيطان فيثبطك. فلذلك الانسان لازم يقتحم في كل شيء. فقال رجل فلا اقتحم العقبة، اي فهل اقتحم العقبة في زمن الابتلاءات والاستضعاف؟ لابد ان الانسان يقتحم العقبة. ايه العقبة وما ادراك ما العقبة؟ بعض المفسرين قال العقبة هو جبل في جهنم لن يستطيع الانسان ان ينجو منه الا بفعل الطاعات. وقيل العقبة الصراط الممدود على النار، لن يستطيع الانسان المرور، لن يستطيع الانسان المرور عليه الا بفعل هذه الطاعات. وقيل العقبة الابتلاءات الدنيا، اي المكاره التي حفت حول الجنة، حفت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، لن يستطيع الانسان وصول الجنة الا بالمرور على هذه المكاره، الا بعبور هذه المضائق في الطريق، وهذه المضائق لا تعبر الا بالاقتحام. هناك عقبات في الطريق الالتزام لا تعبر الا بالاقتحام. تاني، هناك عقبات في طريق، هناك مكاره محفوفة حول الجنة لن تصل إلى الجنة إلا باقتحام هذه المكاره. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. دائما الشيطان ومن ابتلاء الله عز وجل للناس أنه يصور له طريق الخير صعب. ذلك في أعظم فتنة في التاريخ، فتنة الدجال، لما بيأتي الدجال في آخر الزمان معه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ناره جنة وجنته نار. يبقى إذن المشهد دجال مع نار عظيمة بتحرق، حقيقة النار دي إيه؟ جنة. حتى تدخل إلى الجنة لابد أن تقتحم في النار. اللي هيفضل واقف قدام نار الدجال، طب وبعدين، طب ادخل، طب اتحرقت، طب اجرب بس بعد اذنك الدجال ممكن اشوف كده كده، عمره ما هيدخل. طب اجيب ورقه اجربها اشوف هيحصل فيها، هو لو فضل كده عمره ما هيدخل. هو الحل ايه؟ لذلك في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تردد انسان فليغمض عينيه وليقتحم. ان الحل الانسان يلقي نفسه، طب مش قادر، خلاص غمض عينك وارمي نفسك في نار الدجال. هذا فوج مقتحم. هنا ان الحل انه يلقي نفسه في هذا الطريق. كثير من اللي بيقعد يفكر التزم ولا لا التزم ولا لا، في الغالب لا، الا ان يشاء ربي شيء. ان هذا التردد قال له اركب معنا، قال ساوي الى جبل يعصمني، خلاص حال بينهما الموج فكان من المغرقين. المترددين كثير وقعوا، قال له يا عمي قل كلمه اشفع لك بها عند ربي. قعد، طب الناس هتقول عليا، قال هو على ملة عبد المطلب. الإنسان لابد أن يقتحم. فلا اقتحم العقبة. يبقى أحيانا الطريق بيبقى سهل، حاجات في الدين سهلة، ويجي مضيق في الطريق. مش حل أنك تقف ولا تتردد ولا تلف وترجع، الحل أنك أنت تقتحم. حل أنك أنت تقتحم هذه المضائق، هذه المكاره. من هذه الابتلاءات أن يحصل تضييق عام، زي في أول الصورة كده تعذيب عام لكل أهل مكة، زي ما هيجي لنا هنا مسبغة، مجاعة عامة، ابتلاءات عامة، دي مضائق، جوع وفقر عام، جفاف دعوي عام، دي ابتلاءات بيمر بها الإنسان لازم يقتحمها. الحل فيها هو الاقتحام. لذلك ربنا لما قال على طريقة مشي المنافقين في طريق الدين إنه كلما أظلم عليهم إيه؟ قاموا. الدنيا كويسة وماشية وفي انتصارات ماشي، كلما أظلم عليهم إيه؟ يقف. كلما يحصل ابتلاء أو خسارة أو هزيمة أو ابتلاء يقف. هذه طريقة سير مين؟ المنافقين في طريق الدين. المؤمن يقتحم، المؤمن بيقتحم. فقال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة، سواء العقبة الأخروية جبل في النار والعياذ بالله، أو الصراط، أو العقبة الدنيوية من المكاره التي لابد أن يجتازها الإنسان للدخول إلى الجنة. هذه العقبة فقال الله عز وجل عنها وما أدراك ما العقبة، وجاب لنا أمثلة لعقبات قد تمر في حياة الإنسان لابد أن يقتحمها. منها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة، الوضع في مكة عشان نفهم قيمة فك الرقبة، وضع في مكة كله استضعاف، غالب اللي آمن هم من المستضعفين وعبيد عند المشركين من قريش. تخيل وفي فقر، تخيل واحد في زمن الفقر في مكة يجيب فلوس ويروح عشان يعتق واحد من المسلمين عند كبراء المشركين. طب انت بتعتقه ليه؟ طب انت معاهم؟ طب الفلوس دي انت مش محتاجها؟ طب هو ممكن يعذب؟ طب هما ممكن يضيقوا عليه؟ انه ياخد هذا القرار ويدافع عن اخوانه ويسعى. هنا نلاحظ ان الاقتحام، العجيب ان الامثلة اللي ربنا جابها من الاقتحام هي في مساعدة الاخرين المنكوبين. فكأن مش الحل بس في وقت الازمات انك تدور على نفسك، ده كمان بيساعد الاخرين. فتخيل مش بس يعني ربنا بيتكلم عن فك رقبة في الرق العبد، ما بالك اللي بيسعى في فك رقاب الناس من الشهوات في زمن جفاف دعوي. هو بيسعى في فك رقاب الناس من الفتن، في فك رقاب الناس من النار، اللي هو العتق بقى من النار، بيساعد الناس على العتق من النار. فالذي بيساعد الناس على العتق من العبودية للبشر في الدنيا، تخيل بقى اللي بيساعد في عتق الناس من النار والعياذ بالله. او فك رقبة، انه الاقتحام مش فقط النجاة بالنفس، ده النجاة بالنفس وبالاخرين، بيسعى لإفادة الاخرين ولإعطاء الخير للاخرين حتى في زمن الاستضعاف، حتى في زمن الاحتياج، حتى لو هو محتاج الفلوس دي، حتى لو هو هيتضر في سعيه لفك رقاب الاخرين. يعني ممكن هو يروح يفك رقبة واحد فيعذبوه هو، ممكن تروح تدعو واحد فانت تتعرض للخطر، لكن انت برضو بتروح في وسط كل تضييق ده انت بتسعى للدعوة. او اطعام في يوم، ذلك لما ربنا قال الاطعام خصه بيوم ذي مسغبة، مش اي اطعام. انت ممكن معاك فلوس كتير وفي اكل كتير فتطعم، مش ده اقتحام العقبة، ده السير الطبيعي في الطريق الواسع، ده السير في الطريق المنير، زي لو هنتكلم على المنافقين. انما الاشكالية في المضائق اللي بتيجي، في المكاره، في كلما اظلم عليهم، في الابتلاءات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن، طول ما الدنيا ماشية هو ماشي، فان اصابه خير اطمأن به. من اصابته فتنة، المضيق بقى هنا، انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة والعياذ بالله، ما اقتحمش. او اطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة، وقيل السغب هو جوع مع تعب ونصب، يعني كمان ناس بتشتغل ومش لاقية تاكل، مش بس مجاعة، لا ده هما بيشتغلوا وجايبين اخرهم وتعبانين وبرضه مفيش اكل. في الوقت ده كل يعني جزء بسيط من الطعام الناس بتحافظ عليه، محدش عارف بكره في ايه. طب المجاعة دي هتخلص امتى؟ ده مجاعة عامة. طب هيتصرفوا ازاي في وسط الظروف دي؟ وتلاقي واحد يطعم. طب ازاي؟ عين الاكل ده لعيالك، عين الاكل ده جايز تحتاجه، لكن دي مجاعة عامة. فيعظم الاجر للذي يطعم في وقت المجاعة، ويعظم الاجر للذي يبذل ويدعو الى الله في وقت الخوف والجبن، ويعظم الاجر للذي يعبد ويصلي في وقت الهرج والفتنة. صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إلي. البذل في أوقات الاستضعاف مع عظم الأجر، ده اقتحام العقبات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول في وقت الفتن، وقت الأزمات، وقت المجاعات بيعظم الأجر. الله عز وجل يقدر هذه الأوقات لتخرج منا العبوديات. الله عز وجل يقدر، الله قدر أن يجعل الحياة كلها سهلة، لكنه سبحانه بحكمة منه وبلطف أيضا، فحكمته محفوفة دائما باللطف وبالرحمة، يقدر بحكمة منه سبحانه وتعالى هذه الابتلاءات لتخرج منا عبوديات وطاعات وطاقات كانت مختزنة.
لم تكن لتخرج إلا في مثل هذه الأوقات. فحينما يقدر مسبغة مسغبة، حين يقدر هذه المسغبة هذه المجاعة يقدرها لينظر كيف يفعل الناس. أيضا مراحل الجفاف الدعوي اللي ممكن تمر، ماذا يفعل الإنسان سواء الداعية أو الناس؟ هل الناس ستبحث عن الدعوة؟ في أوقات الدعوة موجودة في كل مكان والدين موجود في كل مكان، وأوقات في أماكن قليلة لكنه لا ينفد أبدا، لكن موجود في أماكن لابد أن يبحث الناس عنها. هل سيسكت الداعية في هذا الوقت ولا يتكلم ويجهر بالحق وينصر الدين؟ لابد من اقتحام هذه المضايق. وقلنا أول مثال ذكر على هذه الابتلاءات هو الأذى اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فإذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تعرض إلى هذا البلاء، فكيف يظن من هو دونه ألا يتعرض له صلى الله عليه وسلم؟ نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وربط على بطنه الحجرين، ونزل الدم من إصبعه، قال وهل أنت إلا إصبع دميت؟ إيه اللي حصل؟ إيه المشكلة ما الدم ينزل طالما في سبيل الله؟ وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ الدم ده في سبيل ربنا، إذن كل شيء يهون طالما أنه في سبيل الملك سبحانه وتعالى، في سبيل نصرة هذا الدين. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بالرغم من المجاعة والتعب المنتشر إلا أنه بيبذل ويطعم. وقلنا إذا كان ده في الماديات ففي المعنويات أولى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الغذاء. فاللي تخيل اللي بيطعم الناس في وقت المجاعات، ما بالك بقى اللي بيعلم الناس الدين في وقت المجاعات الدعوية. يتيما ذا مقربة، دايما أنذر عشيرتك الأقربين وإطعام الأقربين، وإن اليتيم ليس له أحد، اليتيم ليس له أحد، والده توفي. فبرضو مراعاة الناس اللي أصحاب الاحتياجات لابد الإنسان يرعاها يرعاهم. أو مسكينا ذا متربة، مسكين اليتيم ممكن ما يبقاش فقير قوي، لذلك قال يتيما ذا مقربة. مش لازم يبقى اليتيم فقير، ممكن يتيم مع فلوس بس مش عارف يتصرف، فأنت محتاج تساعده أو هو محتاج أنك تساعده في الفترة دي. أو مسكينا ذا متربة، متربة أي التصق بالتراب، ما كانوا بيدعوا تربت يدك أي التصقت بالتراب، إن من شدة الفقر ما عادش فيه غير تراب. أو مسكينا ذا متربة، ذلك لما يروى أو يعني الحديث قصد الصحيح، فاصفر بذات الدين تربت يداك، لها معنيين. معنى أي إن لم تظفر بها يدعو عليك بالفقر، فاصفر بذات الدين وإلا تربت يداك، التصقت يدك بالأرض من الفقر، فلا تمسك المال ولكن تمسك التراب. أو مسكينا ذا متربة، أو المعنى الثاني بقى البركة، أن التراب حتى يتحول إلى ذهب في يدي. كان بقول معنى اللي هو المتربة التصق بالتراب. فهؤلاء يحتاجون إلى البذل. العجيب أن الأمثلة اللي جت في اقتحام العقبة في الواقع المكي للمستضعف الفقير أمثلة بذل أموال. طب وإحنا معنا فلوس أصلا عشان أبذلها؟ هذه أخلاق ثابتة لا تتغير باستضعاف أو بتمكين، زي أخلاق سيدنا يوسف كده طول السورة، سواء في السجن سواء مستضعف سواء ممكن، في أخلاق ثابتة ما بتتغيرش. يعني في أخلاق لازم الإنسان يبقى عنده ثبات في هذه الأخلاق لا تتغير. مش مثلا ينفق لما يبقى محتاج حاجة من الناس، ولما يبقاش محتاج حاجة ما ينفقش، لا، بينفق في كل الأوقات. ده بذل، دي عقيدة البذل عند الإنسان. والعجيب إن كتير من المسائل دي تقررت في مكة، ونزل آيات كتير في البر حتى لو كانوا مشركين، لكن لا تطيعهم في الشرك، بر بالأهل، الإنفاق على الفقراء. عقيدة البذل بتتربى في المسلمين من أول مكة في زمن الاستضعاف. هذه أخلاق ثابتة لا تتغير، وبها يمكن الإنسان، لكنه لا يفعل ذلك لأجل التمكين، فإذا جه التمكين تركها. هذه عقائد يحبها الله عز وجل، وأخلاق يحبها الله عز وجل في كل الأوقات. فمن الحاجات العجيبة جدا إن هذه الآيات تنزل في واقع مكة، واقع أوله بيعذبون وأنت حل بهذا البلد مستضعف وغرض وتؤذى، وننفق ونبذل الخير. نعم، بذل الخير
غير متوقف أو لا يتوقف على رد فعل الناس من هذا الخير. فعل الخير لا يتوقف على رد فعل الناس لهذا الخير. أنت بتبذل الخير طلب رضا الله سبحانه وتعالى. هذه أخلاق ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، والثبات عليها يؤدي إلى النتيجة التي ذكرها الله جل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ومعروف من أحبار اليهود الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يختبره بهذه، إن لا يزيد جهل الجاهل عليه إلا حلمة، فيجهل عليه فيحلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي، فيوقن أنه لا يفعل ذلك إلا نبي، لأن بالحسابات البشرية وبمصالح ومفاسد معينة لا تم يموت. هو لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة وحاكم دولة المدينة في وسط التمكين في المدينة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اديني من المال، أنتوا قوم مطل يا بني عبد المطلب. فالنبي صلى، ولما يهم عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فيقول لعمر هلا أمرتني، شوف ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب، أعطيه ماله ثم زده مالا جزاء ما روعته. هذه لا يفعلها إلا نبي، لأن ما فيش مصلحة، هذا الخلق لا يفعله إلا نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتباع الأنبياء يفعلون ذلك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الأفعال فرقان أنهم أهل حق مش أصحاب مصالح، أنهم أهل حق، أنهم أهل دين، يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الملك سبحانه وتعالى. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. المفسرين استغربوا ازاي يعمل كده وبعدين يبقى مؤمن، الطبيعي انه يبقى مؤمن الاول. فبعضهم قال المقصود هنا كمال الايمان، اي ان الانسان لن يستقر على الايمان ولن يثبت في الايمان ولن يصل الى كمال الايمان الا بهذه الافعال، بالبذل في المضائق وبالصبر في الابتلاءات. ثم كان، اي ظل يترقى في مدارج الايمان حتى وصل الى قمة الايمان. ثم كان وأصبح في زمرة المؤمنين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. يبقى كده كده الإيمان عايز صبر، يعني في ابتلاءات في أوقات ضيق في كبد هيمر على الإنسان، مش بس يصبر ويصبر نفسه ويتصبر بغيره. تواصوا تفاعل، احنا الاثنين، انا بوصيك بالصبر وانت بتوصيني بالصبر، اذا يصبر ويصبر غيره ويتصبر بغيره. ومش بس بيتواصوا بالصبر، ده بيتواصوا بالايه؟ بالمرحمة. اوقات احنا محتاجين نرحم بعض. عجيب جدا ان اوقات استضعاف المسلمين يقطعوا في بعض. نحن احوج ما يكون الى رحمة بعضنا لبعض. هل هي منك ولا من العدو؟ تطعن في ظهري واطعن من وجهي. عجيب ان في وقت الاستضعاف ويطعن المسلمون في بعضهم البعض. والعجيب ايضا إن الزمن ده زمن صعب، زمن مجاعات زي مسغبة أو تعذيب. المتوقع إن الإنسان في الزمن ده بيكتسب خشونة في الصفات، بيتعذب ومفيش فلوس ومجاعات، فبتتغير أخلاقه حسب الظروف فبيصبح خشن. فربنا بيقول لا، تواصوا بالمرحمة، ما تخليش الظروف تغير أخلاقك، ما تخليش ضغط الظروف يغير لك أخلاقك. ما يذكر عن بعض السلف إنه كان يقول فلان حسن الخلق فما زال به الناس حتى ساء خلقه. ضغط الناس قعدوا يضغطوا عليه ويقرفوه ويضغطوا عليه لغايه لما بقى خلقه سيء. فالعجيب ان في وسط الظروف دي ربنا يقول تواصوا بالمرحمه. الانسان يحافظ على الاخلاق مهما تغير الناس من حوله، يحافظ على اخلاقه مهما اذاه الناس، يحافظ على اخلاقه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك للرفعه أصحاب الميمنة. قيل الميمنة الجنة، الميمنة يأخذ كتابه بيمين، قيل الميمنة أي اليمن، حياتهم تأتي فيها البركة، بالرغم أن في ضيق وبالرغم أن في مسغبة وبالرغم أن في تعذيب وأنت حل بهذا البلد ورغم أن في كبد، الصورة كلها ابتلاءات، هنا يظهر اليمن فجأة، تظهر البركة فجأة. ليه؟ لأنه عمل أعمال الصالحات وصبر عليها. إذن كل الناس بتبتلى، لكن المؤمن معاه حاجة مش مع الكافر. قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت معاك حاجة مش معاه، اللي هي إيه؟
وترجون من الله ما لا يرجون. إياك أن تضيعها فتصبح مثله، إياك أن تضيع الرجاء وتكتفي بالإيلام. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. علاقتك بالله تخليك تتجاوز الألم ولا تبصر الألم ولا تشعر بالألم ويتحول الألم إلى لذة، بالرغم أنك في الحقيقة في كبد وفي ألم وفي معاناة، لكن أنت لا تشعر به. ده اليمن، أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، قيل النار أو يأخذ كتابه بشماله أو الشؤم والضنك والعياذ بالله. عليهم نار مؤصدة. من اللطائف بعض اللغويين قال إن صيغة مفعلة تدل على الاستمرار، يعني هيفضل في ميمنة في الدنيا لغاية القبر والقيامة والجنة، اليمن مستمر معاه والتاني الشؤم مستمر معاه في الدنيا وفي القبر وفي القيامة وفي النار والعياذ بالله. عليهم نار مؤصدة. ختام عجيب جدا نختم به الصورة وتختم به الصورة، كأن ربنا بيقول لنا إيه؟ الإنسان كده كده في كبد، كلمة فيه كبد يعني الإنسان محاط بالكبد. الحل عشان الإنسان يخرج من الكبد ده إنه يقتحم العقبة حتى يدخل الجنة. اللي مش هيقتحم العقبة هيفضل في الكبد فتغلق عليه النار. عليهم إيه؟ نار مؤصدة. النار تتقفل عليه فيظل في الكبد إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. يبقى إذن الإنسان يعيش في كبد، ولا حل للخروج من الكبد إلا بالاقتحام، والاقتحام بذل الطاعات في أوقات الابتلاءات فيمن الله عز وجل عليه ويدخل الجنة، وإلا والعياذ بالله يظل في هذا الكبد حتى تغلق عليه النار. وإذا أغلقت عليه النار، تكلم على الكافر، إذا أغلقت عليه النار يظل في هذا الكبد أبدا خالدا فيها والعياذ بالله. فختام السورة عليهم نار مؤصدة، أن هناك أناس والعياذ بالله اختاروا أن يعيشوا في الكبد إلى ما لا نهاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اقتحام العقبات وبذل الطاعات في أوقات الابتلاءات، وأن يستعملنا لنصرة دينه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وأقم الصلاة.